أعاني من جميع الاتجاهات، مش معانا واحدة، من جميع الاتجاهات. معاك أغلاء الدقيق، معاك شراء الحطب، كنت أشغل الدبابة الحطب ب20,000، الآن أشغل ب 150-160,000 وما حصلوش. أخرج بعد دول الضباب مع عدم وجود الغاز، يعني حاجات ما توقعش بالبلاد هذه، عايشين صميل. المشاكل البيئية هي مشاكل كبيرة، وهي التي تؤدي بالتالي بعد الاحتطاب الجائر إلى عملية التصحر التي تحصل في مناطق المحافظة. هذا الاحتطاب الجائر له أسباب عديدة، وهي انعدام مادة الغاز في المحافظة أو شحتها، الأمر الذي جعل المواطنين يلجؤون إلى الوسائل القديمة وهي الاحتطاب من أجل توفير الوسائل للطبخ وهكذا. هذا الاحتطاب يتم بشكل عشوائي وفي الأراضي الخاصة بالمواطنين، ولا يوجد تدخل لمنع هذا الاحتطاب نتيجة للحاجة التي موجودة لدى الإخوة المواطنين.